بحال اللي كنا وعدناكم في واحد الحلقه خاصه بالاشخاص ذوي الاعاقه، وكنا هضرنا على البطاقه الخاصه بالشخص في وضعيه اعاقه، وكنا قلنا بان اي مستجد غادي يكون غادي نوفيكم به. فمن ديك الفتره لدابا فما كان حتى شي مستجد حتى الاخر هذا الاسبوع هذا، فتم الاتفاق على اطلاق منصه الكترونيه خاصه للحصول على بطاقه شخص في وضعيه اعاقه، وغادي تتم هذه القضيه هذه تدريجيا. فتبعوا معي الله يجزيكم بخير هذا الفيديو هذا، ما تبقاش تسولين شي اسئله الله يرحم الوالدين، اللي هي اصلا الاجوبه ديالها كاينه في الفيديو. فكاين بعض الاشخاص اللي كيشوفوا غير العنوان وكيسولوا ولا ما كيكملوش كاع حتى الفيديو، فالمراحل اللي غتكون هي مراحل تجريبيه وغتتم تدريجيا. فتابعوا معي في البدايه ديال 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 هاد المراحل. ففي البدايه غاد الناس غادي يختاروا، هذه الوزاره اختارت واحد العينه من المستفيدين اللي غيتم الاختيار ديالهم. شوف هما كيفاش اختاروهم، واش كانوا عندهم بطاقات هما قبل في جمعيات حكوميه او لا او لا خاصه، وغادي يتم التحويل ديالهم لهذه البطاقه هذه الخاصه. ومن بعد غتجي العمليه الثانيه اللي هي غتكون في اكتوبر 2024، وغادي يتم الفتح ديال 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 المنصه للعموم بالعماله الرباط، بعماله الرباط نعاودها ونكررها، بعماله الرباط راه ماشي على الصعيد الوطني. من بعد منها غتجي المرحله الثالثه هي اللي غيتم التعميم ديالها في جميع الاقاليم والعمالات ديال المملكه، وهي غادي تكون في اخر اخر هذا العام هذا في دجنبر 2024. غادي يتم الكل غادي يكون عنده الحق انه يدخل المنصه وتسجل. هذه المنصه فين غادي تكون؟ غتكون غالبا غتكون يعني في المنصه ديال الوزاره ديال التضامن والادماج الاجتماعي والاسره، اللي غيتم تسجيل داك فيها النيت. وبالنسبه لهاد بحال اللي قلنا ما تحاولوش انكم تسجلوا من دابا، لان ما اعلنوا على حتى شي حاجه. فالمراحل اللي كنا قلنا هي مراحل تدريجيه او لا تجريبيه، وتم شويه بشويه اختار واحد العينه ديال المستفيدين. بعد منها غادي يكون في الرباط من اكتوبر، ومن اكتوبر حتى لاخر العام يعني في الاواخر ديال دجنبر 2024 عاد غيتم التعميم ديالها. وشويه بشويه باش الواحد ما يبقاش يقلب، ما يبقاش يسول، بدا يقول لك حنا كيفاش وكيفاش وكيفاش. هادو المراحل هي اللي غتكون، وكل ما كان اي حاجه جديده غادي نوفيكم بها ان شاء الله. والخبر اللي غادي نعطيكم بان هاد البطاقه غتكون هي عباره كوثيقه رسميه تيتم اثبات الصفه ديال الاعاقه، وغادي يستافدوا هاد الناس هادو من العديد من الخدمات والحقوق الاوليه. هذا هو يعني الخلاصه ديال هذا البرنامج هذا. مي غادي يتم يعني اي حاجه جديده غادي توصلوا بها ان شاء الله غادي نوصلها لكم، وكنتمنى نكون فدتكم، وتحياتي الى الفيديو القادم ان شاء الله.